مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. دور مقتدى الصدر في الانسحاب الأمريكي من العراق. من أهم مقررات الحوار الاستراتيجي مع أمريكا في الجولات الأربع السابقة كان إعطاء موعد ثابت لانسحاب قواتها من العراق وتحديد مهامها القادمة بتقديم المشورة الميدانية وتبادل المعلومات الاستخباراتية ومواجهة الإرهاب لكبح جماح تنظيم داعش والتدريب المشترك والدعم اللوجستي والتسليح. تباينت ردود أفعال الأحزاب والكتل السياسية حول مغادرة القوات الأمريكية، وكان أبرزها ما جاء في بيان مقتدى الصدر الذي أعطى صورة واضحة ودلالات عميقة وأطر سياسية أمنية لكيفية إنهاء الوجود العسكري الأمريكي وتحديد مهامه القادمة باحترام سيادة العراق واستقلال قراره السياسي واحترام القوانين والأنظمة المتعارف عليها في التعامل بين الدول المستقلة، ومنح القوات العسكرية العراقية دورها في تعزيز إمكانياتها البرية والجوية ومنع أي تحليق جوي أجنبي في سماء البلاد دون علم السلطات العراقية، ورسم ملامح الفترة المقبلة في معرفة نوعية وأهداف التواجد الأمريكي وتحديد أماكن تواجده وطبيعة تحركات قواته واعتماد مبدأ التعامل بالمثل، أي أن يكون هناك عمل متوازن وصيغة فعالة واحترام لإرادة العراق كليا، ومنع أي تجاوز تقوم به أي من القوات الأجنبية على الأرض وفي السماء العراقيين، وأن تسعى جميع الأدوات السياسية الفعالة في تعزيز مفهوم استقلال العراق واحترام إرادة شعبه وفق الأطر الدبلوماسية والقانونية المتبعة حاليا بين الدول، وتأكيدها بتقديم طلب رسمي لمجلس الأمن الدولي حول الانسحاب التام للقوات ومنع أي تواجد أمني داخل السفارة الأمريكية في بغداد وإناطة هذه المهمة بالعراق. هذه الرسائل المهمة ذات الأبعاد السياسية والعسكرية تمثل إرادة الشعب تماما في التحرر والانعتاق من هيمنة ونفوذ وسيطرة الأجنبي وبكل أنواعه وصوره، والإعداد لمرحلة قادمة تسودها مفاهيم التغيير والإصلاح السياسي في العراق. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثبوت موقف مقتدى الصدر من التواجد الأجنبي الذي سبق له وقاد مقاومة شعبية مسلحة كبيرة ضده خلال السنوات السابقة، ويدل على ترجيح كفة السياسة على السلاح لحل هذه المشكلة طويلة الأمد.